أهلا بكم مشاهدينا. أربكت أصوات غير معروفة سمعت مساء الاثنين غربي الأنبار الأوضاع في المحافظة التي تعيش حالة ترقب منذ أسبوع على خلفية التصعيد بين واشنطن والفصائل المسلحة، وتبين بعد ساعات بأن الأصوات هي لتدريبات داخل قاعدة عين الأسد التي استهدفت مطلع آذار الحالي بعدة صواريخ من منطقة زراعية قريبة من المعسكر. وكانت تلك الأصوات كافية لأن يعتقد السكان القريبون من القاعدة بأن السيناريو الأسوأ قد حدث، فيما لو كان المعسكر قد استهدف مرة أخرى أو أنه الرد الأمريكي ضد الفصائل الولائية. بالمقابل كان عدد من الفصائل المسلحة في الأنبار قد اتخذت إجراءات استباقية، لكن هذا لم يمنع من أن الأصوات التي سمعت أربكت تلك الجماعات أيضا. مصادر أمنية من داخل محافظة الأنبار قالت لي ون نيوز أنه شهدت عدد من السيارات رباعية الدفع التي تستخدمها الفصائل وهي تهرى مسرعة أثناء سماع الأصوات، مما دفعها لإخلاء مقارها الموجودة قرب الحبانية والشريط الحدودي المشترك مع سوريا. التسريبات التي حصلت عليها ون نيوز تشير إلى أن أكثر من 10 مقارات تابعة للفصائل في غربي المحافظة قد أخليت منذ تنفيذ عملية القصف على عين الأسد. حكومة الكاظمي متيقنة من أن الجهات التي تطلق الصواريخ على السفارة بأنهما فصيلان، أحدهما مشارك في العملية السياسية وهم عصائب أهل الحق التي تتمتع بثقل نيابي قوامه 15 نائبا، والآخر كتائب حزب الله.